احنا تو في وسط الشهر، حبيت نسألك على الشهرية شنو أحوالها؟ أحوالها تعب على الآخر، هي والدولة متاعنا تعب على الآخر. الشهرية متاعي 400 دينار، فهمت؟ قفة الخضرة ب 20، كيلو لحم ب 24000، من بعد جمعة نتسلف أنا. الشهرية قاش كفي تو، واحد يوصل لآخر الشهر كان كما نقولوا تعب شوية. الشهرية كان مش عارف يكلفينا، رحنا متنا بالشر. بالنسبة لي أنا مانيش سالاريي، معناها نخدم خواص وما الجريسا وشهريتي ما تكفينيش. معناها كان صورت المليون مش مززيني، كان صورت الزوز مش مززيني، كان في النهار صورت حتى ال100000 ما مززينيش. الشهرية الإنسان مش يوظفها بين الكراء وبين الدواء وبين ماكلته وبين لبسته وبين ممكن كان يحلم نهار من النهارات يمشي حوس. احنا الشيء هذا مفقود في تونس. الزوالي ما عادش ملاحق روحه، يزمو ياخذ تاكسي باش يخلط. مثلا البكري فهمني، يزمو ياخذ تاكسي فهمني، معناها يزمو دريته يخدم ليل ونهار وش اللي يكفي روحه فهمني، يخدمش ما يزم باش يكفي روحه يزم يخدم 24 ساعه. طيب بالنسبه للشهريه التونسي حسب الامكانيات وحسب زاد التصرف. اذا كان الانسان يتصرف حسب طاقته وحسب كذا اموره صبا، واذا كان يتحل كما يقولوها في العريض تولي معناها لا حد. ماذا بينا الانسان على استانس تبقينا في الواقع تويك الشهريه ما عادش تكفي. اختي الشهريه والله لا موصله حتى شيء، لا تنص حتى الشتر ما توصلش تو. لا توصل للحوت للحمل وما كل شيء ولا غالي بنت. هي ما تكفيش مدام. تكفيش الشهريه ما تكفيش. كل شيء صعيب، كل شيء غالي، نجروا ما نلحقوا ما نعرفش. شهريه شيء ما جات. والله بالنسبه لنا احنا الحمد لله نقولوا ربي يقبل كل شيء، خاطر احنا على الاقل تجاره حره. بالنسبه للشهر نراو فيهم راهم تعبين ياسر، خاطر احنا نحسوا بهم. بالنسبه للناس اللي تجي تقضي من عندنا نحسوا بهم تعبين. انتر سكولير جاي عيد كبير، خارجين من عيد صغير مع الفرحات والبحورات وكل شيء، فهمتوا؟ برشا 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 تعب ياسر بالنسبه للانسان الشهر، تعب ياسر 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 على الاخر زاد. وربي يقدر خير. بالنسبه لي انا كمواطن تونسي شهريتي ناخذها من ليتاتيك، نخدم في قطاع الدوله. الحمد لله قد الشهريه. نجيدوا اذا كان بالنسبه للتونسي الانسان الكاري شهريه يزمو يستحق ويجبد فروش. اذا كان المراه تخدم لا ميم شوز، يجبد فروش ما غير رفاهيات ما غير حتى شيء. ديما فروجه؟ مش ديما، ما قليل. انت تعرف الانسان معناته فهمت اقل شهريه تو ماكسيمو تو يخدم 30 يوم، اقل 320 340 فهمت. شدك بربي شهر كامل، فما شهريه شدك كامل. كيبدا انسان مثلا يتكيف ولا حاجه ولا كان يشد شهر، امبوسيبل باش يشد شهر. نورمالمون قبل باربع خمس ايام توفى. معناتها الاربع خمس ايام يكون ما فروج. نورمالمون وي عادي، معناتها استانسنا هكا. معروف خاطر بيان سور مع متطلبات الحياه مع كل شيء قاعد يزيد. والله فماش مواطن تونسي تو ما يجبدش فروج. كل جل المواطنين التونسيين كلهم معناتها فروج شهريه. قدام ما توصل الشهريه الاخرى يعني يلقى راح الشهريه كامله صارف. ندخل فروج، عندي اربع صغيرات ندخل فروج، ولو اني معناها في سلك التعليم معلم معناها الشهريه ما تكفينيش، كراء وماء وضوء، يوم نرضي واحد من الصغار معناها نقعد حابس بصراحه. باقي فروج احنا تو كنا عايشين على الروج، والله عايشين على الروج. كان مش ثم شوي ثقه وثم شوي واحد كان الواحد يضيع فيها. شو الحل مدام؟ منعش غلاء المعيشة هو السبب في الشيء هذا، يا راهو هو السبب. شو الحل أكثر من هكا؟ مش يتقشف الإنسان أكثر من هكا؟ مش يكردي أكثر من هكا؟ مش يشري بالكريدي معناتها أدوات صغار وكراتبهم وعلوش العيد وكل شو ينحي؟ معاش يعيش معاش يأكل؟ متخيلش.